السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم فيديو ديالي في أحسن الأحوال. اليوم جيتكم فيديو جديد كله فوائد واستفادة. اللي شاف فيديو ديالي أول مرة ما تنسونيش من لايك ديالكم أو من تعليقكم تحفيزية فضلا وليس أمرا. مهم بلا ما نطول عليكم، اليوم غندويو على أسباب ديال تورم ديال الأصابع ديال اليدين والرجلين فصل الشتاء وطرق العلاج وسبل الوقاية أيضا من هذا المرض إن شاء الله. أولا قبل ما ندخلوا في الموضوع، شنو هو هذا التورم ديال الاصابع اليدين والرجلين؟ هو واحد الانتفاخ مصحوب بالاحمرار ديال الرجلين واليدين، وغالبا كيعانيو منه بناء بزاف الناس الكبار السن واللي عندهم في الضعف في الدوره الدمويه، يعني ان الدم ديالهم ما كيوصلش الطبقات العليا ديال الجلد، وايضا الناس المصابين بالنحافه بالاضافه للمدخنين، حيث ماده النيكوتين كتعرقل عمل الاوعيه الدمويه. اذا من اجل علاج هذا التورم عندنا واحد المجموعه من السلوكات اللي هي طبيعيه وسهله باش تحافظ على صحتك وتحمي راسك من التورمات ديال اليدين والرجلين خلال هذا الفصل اللي هو فصل الشتاء. من بينها كاين ممارسه الرياضه بشكل يومي ومنتظم، وايضا تناول وجبات صحيه ومكملات غذائيه تكون كتحتوي على واحد النسبه مهمه من الفوسفات، المغنيسيوم، بوتاسيوم، فيتامين بي، وايضا تناول الأغذية الطاقية بحال مثلا الخضروات، الفواكه الجافة، اللحوم والحليب اللي كتساعد على التدفئة ديال الجسم ديالنا باش كتعزز عمل الدورة الدموية وكتزيد من تدفق الدم داخل الجسم، بالإضافة إلى واحد المجموعة من الكريمات اللي كتساهم في تخفيف ومقاومة التورم ديال الرجلين واليدين وكتعطي الحرارة للجسم ديالنا، الشيء اللي ما كيعرقلش عمل ديال الأوعية الدموية. منها كما كتلاحظوا في الصور كاين عندنا ايموكلاغ، كريم ايموكلاغ، وكاين ايضا بوماد اللي هي فولتارين، وايضا الفا كادول عن تجربه الى غير ذلك من الكريمات. اذا امور بسيطه يمكن لك انك تحافظ على صحتك. كما كنقولوا ديما الصحه تاج فوق رؤوس الاصحاء. دمتم في امان الله، نلقاكم فيديو